هذه هي المرة الأولى لي في إنشاء مدونة فيديو. هذا سيكون جيدا للمحاولة. اليوم هو اليوم الثالث منذ تنفيذ أمر التحكم في حركة. آمل أن يكتفي هذا الوباء بسرعة. آمل أيضا أن يكونوا جميعا بصحة جيدة. الليلة ليلة الجمعة مجيدة. ولا تنسى أن تصلوا على النبي وتقرأ سورة الكهف لأن كثيرا فضيلة. لا تجد فصل الليلة. طيب، هذا هو الوقت أفضل للمراجعة الدرسي. أحب مراجعة الدروس في الليل لأن الجو أكثر هدوءا واستراحة. أخطط لمراجعة موضوع الاقتصاد في هذه الليلة لأنني حصلت على درجة منخفضة في الاكتباء الأسبوع الماضي. سأركز على الموضوعات التي أكون ضعيفة وأفتفر إلى فهمي. اقترأ عنوان الاقتصاد الكلي لأن هذا العنوان صعب للغاية بالنسبة لي. سأبحث عن ملاحظات حول موضوعة الاقتصاد الكلي التي تم تحميلها بواسطة معلمي على موقع التعلم المقدم. حسنا، الآن سأقوم بتباعة الملاحظات باستخدام طابعة أولا لتسهيل القراءة، وبعد ذلك سأقرأ على متن على الأجزاء المهمة حتى أسهل تذكرها وفهمها. حسنا، انتهيت من طباعة الملاحظات. دعونا نراجع الدرس معي. قبل ذلك سأهدد وقت للتوقف لذلك لا أنام متأخرا. حسنا، أريد أن أرتاح. أنا أتشان وأريد أن أشرب القهوة ليتقلص من النعاس. الآن كنت أذهب إلى المطبخ لصنع ماء القهوة وأخذ بعض الوجبات الخفيفة لتناولها. حسنا، لنبدأ مجددا. I pray to God, my heart, soul and body. Every single day of my life with everyone. حسنا، يبدو أن الساعة تركن، ولكني أعتقد أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لأشرح قليلا عن الموضوع الذي راجعته لتوالكم جميعا. أتمنى أن تكون مفيدة لكم جميعا. الاقتصاد الكلي هو المجال الذي يدرس سلوك الوحدات الاقتصادية مثل الأسرة أو الشركة أو الحكومة بشكل إجمالي أو كلي. كيف ترتبط هذه الوحدات ببعضها البعض والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد وكيفية التغلب على تلك المشاكل. بالإضافة إلى ذلك يتم قياس النشاط الاقتصادي من خلال متغيرات مهمة مثل مستويات الإنتاج ومستويات العصر الأمة والبطالة. النسبة لهذا الموضوع موضوع ممتع جدا وسهل جدا في الواقع إذا استطعنا فهمه جيدا. من خلال هذا الموضوع تمكنت من التعرف على أنواع البطالة المختلفة الموجودة، من بينها البطالة الدورية والبطالة الهيكلية وما إلى ذلك. وبعيدا عن ذلك تمكنت أيضا من التعرف على ماهية التراكم وسبب التراكم وهو زيادة تكاليف الإنتاج وتأثير التراكم على الاقتصاد الوطني وهو انخفاض مستويات المعيشة وما إلى ذلك. حسنا، أنها ساعة متأخرة من الليل، حان الوقت النوم. آمل أن تلهم مدونة الفيديو الخاصة بالآخر. صلي من أجلي للتوفيق في الدنيا والآخرة. شكرا لمشاهدتكم، نراكم مرة أخرى. سيبدأ في مراجعة مادة الاقتصاد. Thank you.
راجعة دراسة تحليلي على اقتصادي في أوقاتي في فراغي، وإضافة إلى ذلك إن موقعي اقتصادي سهل التعلم وفهمه من قبل. شكرا، مع السلامة، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نور أيوني بنتي صلاح الدين. هذه الليلة أريد أن أراجع قليلا عن موضوع مقدمة الاقتصاد. سأختار الفصل التمهيدي لأن لدي امتحان غدا. أريد أن أقدم ملاحظة موجزة بناء على ما قرأته. دعنا ندرس معي. هذا كتاب أستخدمه دائما كمرجع، يمكن شراؤه من المكتبة. في هذه الفصل عليك جميعا أن تفهم أولا ما هي الاقتصاد وأيضا الأشياء المهمة في الاقتصاد قبل الدراسة بمزيد من العمق. موجزة أجليت بها للتو، لذلك فإن الاقتصاد هو أحد مجلات العلوم الاجتماعية التي تدرس كيفية استخدام الموارد الاقتصادية المحدودة لتلبية الاحتياجات غير المحدودة للأفراد. بالإضافة إلى علم الجميع، فإن النظام الاقتصادي يتكون من أربعة أشياء، وهي: الأول نظام اقتصادي السوق الحر، الثاني نظام التخطيط المركزي الاقتصادي، والثالث نظام اقتصادي مختلط.
الآخر النظام الاقتصادي الإسلامي. النظام الاقتصادي في ماليزيا هو نظام اقتصادي مختلط لأنه يتم إرادته بشكل مشترك من قبل الحكومة والقطاع الخاص. هذا كل شيء مني، مع السلامة. اليوم أنا ترتب دون الفيديو الخاص بمراجعة مادة الاقتصاد التي درستها. أريد تدوين ملاحظة حتى يسهل تذكرها أثناء خريطة ذهنية بسيطة وسهلة القراءة. العديد من الأمثلة على الخريطة الذهنية البسيطة والعميقة. أود أن أقدم ملاحظة تتعلق بالمال والاقتصاد. النظام النقيد هو تبادل السلع والخدمة بقدر ما إن مع سلع وخدمة أخرى. لا تنطوي على أموال في مثل هذه المعاملات أو التي تبادلت. الحمد لله خلص. Assalamualaikum jami'an. Al-yawm sa'adrusu mawdu' al-iqtisad wa sa'udu' lakum kaifa adrusu. Aku nak belajar. Thank you.
Husnan. Ana faqat uridu al-masyarakah ta'allamtu an mafhum at-talbu. Hadzal mawdu' musiru jiddan lil-ihtimam binisbah li. Laisa su'ban wa laisa sa'id. At-talbu hiya kamiyah as-sal'u wal-khidmat allati yatlibuha al-mustahlikun. Qanun at-talbu salbi. Al-alaqah baina al-kamiyah al-matlubah was-si'ru al-akasi. Yumkinu an yutaghayyiru at-talbu aydan bisababil mawasim wad-dakhilu wal-mazid. Masira lil-ihtimam haq. Husnan hadha kulla syai'. At'allamu ibara al-internet muta'ab lil-ghayah walakin min ajal an-najah. Hazzan tayyiban lil-jami'. Ismi Siti Nurfatihah binti Muhammad Fazli. Binisbati limawdi'i al-muhaddathati fi hadhal fasli, tamma taklifi bi'amali mudawwinati video tata'alluqi bil-mawdu'i alladhi tammas dirasatuhu fi hadhal fasli. لذا اختارت مجموعتي موضوعا تهميديا للاقتصاد تدرسه الأستاذة المشاركة الدكتورة نظيرة بنت نوردين. الاقتصاد مفاهيم الأرض، مفاهيم الطلب ونظرية سلوك المستهلك والمؤسسة المالية المصرفية ونمو الاقتصادي والمزيد. هذا الموضوع ليس صعبا وسهلا للغاية إذا تمت دراسته بعمق، لأنه مرتبط بالاقتصاد في الحياة. والعرض من دراسة هذا الموضوع هو أن تكون قادرا على معرفة ما يجب شراؤه أمر ضروري أم لا. بالإضافة إلى هذا الموضوع التهميدي من علم الاقتصاد لتعلم كيف تكون قادرة على لعب دور كمستهلكين ومنتجين وأعضاء المجتمع والمواطنين الذين يتمتعون بالحكمة والعقلانية والمسؤولية. وخلاصة القول، هذا الموضوع ممتع للغاية لأنه يمكن أن يعمق المعرفة المتعلقة بالاقتصاد بعمق أكبر من أجل أن يكون مجتمعا حكيما في اتخاذ قراره.